عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. His Excellency President عبد الفتاح السيسي, the President of the Arab Republic of Egypt. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة الحضور الكريم, تحياتي لحضراتكم وأهلا بكم في منتدى شباب العالم الذي تؤكد نسخته الرابعة أن مصر تمثل جسرا للتلاقي وتبادل الرؤى والتجارب بين الشباب والخبراء. فالدولة المصرية وقيادتها دائم الحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الإقليمية والدولية للوصول لآفاق النمو المستدام والشامل. ولقد أثبتت تداعيات أزمة كورونا أنه لا بديل عن تضافر جهود المنظمات والهيئات كافة لدعم الدول لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. فقد طالت الجائحة جميع دول العالم دون تمييز. من هنا تعكس هذه النسخة الفريدة أهمية تعزيز فرص الحوار والتي تشكل منصة للتواصل لخلق مساحة مشتركة تجمع صناع القرار في مصر بممثلي المنظمات الدولية لنتعرف جميعا على التجارب والرؤى المختلفة. الآن نستمع لكلمة الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية, السيدات والسادة الحضور الكريم, سادة شركاء التنمية من القطاع الخاص, منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية. هيا ببدأ أن أنا أشكر إدارة المنتدى على تنظيم هذه الحلقة النقاشية, وتشريف سيادتك الحقيقة لهذه الحلقة هو تأكيد على النهج التشاركي الذي تنتهجه الدولة المصرية في جميع خطط ورؤى وبرامج التنمية. مصر بتحظى بعلاقات تعاون وثيقة مع جميع شركاء التنمية, وبتحرص على التعاون الدائم مع كل المؤسسات الدولية, وهي أيضا عضو فاعل في جميع وأغلب منظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية منذ نشأتها. مصر أيضا بتحظى بمحفظة متنامية مع شركاء التنمية على مستوى العالم في مختلف القطاعات, في الإسكان, في البيئة, المشروعات الصغيرة, في النقل, التعليم, في الطاقة والصحة, وتعزيز دور القطاع الخاص, وكل هذا في إطار تحقيق رؤية مصر 2030. واسمحي سيادة الرئيس, عندي 5 رسائل أساسية. الرسالة الأولى أنه مصر بتحرص دائماً على مشاركة تجربتها التنموية مع كافة دول العالم وبالتعاون مع منظمات الدولية. فمصر من ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم اللي قدمت تقرير وطني طوعي, الـ VNR, الـ Voluntary National Review. ده تقرير مصر بتتقدم به طوعية للأمم المتحدة عشان تقول هي فين من ضمن أهداف, وصلت فين إلى مراحل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فإحنا لثالث مرة مصر من ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم تتقدم بشكل طوعي لتقول هي فين من ضمن تحقيق هذه الأهداف. بالإضافة لذلك إحنا لأول مرة أيضا نطبق هذه التقارير الطوعية على مستوى المحافظات عشان نأكد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. مصر أيضا بتحرص على الانفتاح على العالم وإتاحة البيانات اللي بتوضح حالة التنمية فيها بمنتهى الشفافية, وده تجسد في إطلاق تقرير التنمية البشرية اللي حضرتك شرفتنا فيه لعام 2021 اللي كان بيرصد 10 سنوات من التنمية في مصر بشكل موضوعي. وأيضا وضعنا في هذا التقرير عقد الإنجاز الـ Decade of Action, ويمكن مصر كانت أيضا الدولة الوحيدة اللي تقدمت بهذا الـ Decade of Action نتيجة لانشغال العديد من الدول الأخرى الجائحة. الرسالة الثانية هي أنه حجم الإنجاز والعمل الذي يتحقق في مصر على مدار 7 سنوات الماضية
هو غير مسبوق. والحقيقة أنا لما بقول غير مسبوق ليس لفظ مجازي، هو أنا بتكلم على غير مسبوق بالمعنى العلمي لكلمة غير مسبوق. غير مسبوق من حيث حجم ما تم ضخه من إنفاق عام تعدى 6 تريليون جنيه، غير مسبوق من حيث القطاعات اللي تم فيها التنمية، من حيث عدد المستفيدين، وأيضا من حيث العائد الذي إحنا النهاردة بنحصده من واقع هذه التجربة التنموية. مصر الدولة الوحيدة التي لم تتوقف فيها المبادرات التنموية والخدمية والمشروعات القومية رغم أزمة الجائحة وأيضا السلالات المتحورة اللي إحنا بنعاني منها حتى الآن. ويأتي طبعا في مقدمة هذه المشروعات المشروع القومي الأكبر على مستوى العالم، وهو مشروع حياة كريمة، من حيث أيضا عدد المستفيدين اللي بيستفيدوا منه أكتر من 58 مليون مواطن، وعدد القرى اللي احنا بنستهدف فيها تحسين جودة الحياة لأهلنا في هذه المنطقة. نتيجة لده حصل إيه؟ نتيجة لده انعكس هذه الجهود التنموية على نجاح الاقتصاد المصري في أنه هو يكون الاقتصاد من ضمن اقتصاديات القليلة، يمكن الاقتصاد الثاني على مستوى العالم، اللي حقق معدلات نمو موجبة 3.3% العام المالي الماضي، ونستهدف هذا العام بإذن الله تحقيق معدلات نمو تقترب من 6%. وده مش بس بنتكلم على معدلات نمو، لأن احنا نعي تماما أن معدلات النمو هي شرط ضروري ولكنه غير كافي، نتكلم على معدلات بطالة لم تتعدى 7.5%. فمعدلات النمو دي انعكست على توفير فرص عمل، وده الهدف الأسمى اللي كلنا بنعمل عليه، أن يكون هناك فرص عمل لائقة للمواطنين وصاحبه أيضا اللي هو بنسميه المثلث الذي يعبر عن حجم الاقتصاد، التحول في الاقتصاد الحقيقي، أن يكون لدينا معدلات نمو موجبة، معدلات بطالة مناسبة أو معقولة، وفي نفس الوقت في استقرار في المستوى العام للأسعار أو معدلات تضخم معقولة جدا في وسط معدلات التضخم المرتفعة اللي العالم بيعاني منها. الرسالة الثالثة هي عن تقييم التجربة المصرية التنموية. هي يكون الموضوعية التامة إن إحنا لما ننظر للتجربة التنموية المصرية إن إحنا نأخذ في الاعتبار المشهد الذي حدثت فيه هذه التجربة التنموية المصرية. ده شيء يعني من الإنصاف والموضوعية الشديدة إن احنا ننظر لهذه التجربة في إطار المشهد المحلي والإقليمي والدولي الذي حدثت فيه هذه التجربة التنموية. احنا عندنا تجربة تنموية لما بدأناها كنا لسه خارجين من مرحلة عدم استقرار سياسي وأمني ما بين 2011 و2013، فلابد أن نأخذ هذا في الاعتبار. قمنا بتجربة تنموية غير مسبوقة في إطار منطقة بتشهد العديد من الصراعات وما زالت تشهد العديد من الصراعات، بالإضافة إلى ما تم إضافته من جائحة، كل ده يؤدي إلى العديد من التحديات في بيئة دولية وإقليمية ما زالت تشهد عدد كبير جدا من الاضطرابات. وبالتالي بيبقى زي ما بقول لحضراتكم من الإنصاف والموضوعية تقييم التجربة المصرية في إطار مكونات هذا المشهد الإقليمي والدولي. الرسالة الرابعة إنه في ظل الأزمات الحقيقة دايما بنلاقي الدول بتركز على خطط قصيرة الأجل لتخفيف وطأة الأزمة على اقتصادها، وده طبيعي. مصر كانت الدولة الوحيدة وسط هذه الأزمة اللي أخدت قامت على إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي من أجل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري، زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، توطين الصناعة المحلية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر. ولما بتكلم النهاردة على تعزيز دور القطاع الخاص، لأن احنا السنوات الماضية كانت الدولة تدخلت من أجل تهيئة البيئة المواتية للقطاع الخاص، من أجل استثمار في بنية تحتية كان لابد من وجودها، من أجل وجود النهاردة من أجل قطاع خاص يستطيع أن هو يدخل ويستثمر في بنية تحتية فيها شبكة طرق قومية، فيها مطارات، فيها خدمات، فيها مرافق، فيها كهرباء. كل هذه البنية التحتية كانت لازمة أن هي تبقى الدولة المصرية توفرها من أجل النهاردة تجتذب القطاع الخاص أن هو يدخل ويستثمر في الدولة المصرية. عكفنا على إيه؟ الدولة والحكومة على تطوير الإطار المؤسسي
اللي بينظم الشراكة بين القطاع العام والخاص، وده كان ضروري تطوير هذا الإطار من خلال القانون الجديد الخاص بالشراكة بين القطاع العام والخاص. أنشأنا صندوق استثماري، صندوق ذراع استثماري للدولة، صندوق مصر السيادي، من أجل خلق فرص استثمارية وتحويل الفرص استثمارية إلى منتجات استثمارية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، والإسراع ببرنامج الطروحات. لأول مرة بيبقى في سرعة في برنامج الطروحات. ليه؟ عشان النهاردة محتاجة أن أنا أوسع قاعدة الملكية، محتاجة النهاردة أن أنا أزود من شراكة القطاع الخاص في عدد كبير جدا من الشركات المملوكة للدولة. الرسالة الخامسة والأخيرة هي مع تغيير شكل وأولويات الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، بيكون على من الملائم على المؤسسات الدولية أنه تنظر إلى أدوات تمويلية مبتكرة، تمويل المختلط، من أجل تخفيف العبء على الدول المتوسطة والنامية. التحديات بقت كتيرة جدا على الدول المتوسطة والنامية في ظروف ما بعد الجائحة. من مهم جدا أن المؤسسات التمويلية الدولية تنظر إلى أدوات تمويلية مبتكرة، تمويل مختلط، سندات تمويل مستدام، من أجل تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة. مهم أيضا أنه تتبنى المؤسسات الدولية التنموية النهج التشاركي والتنسيق فيما بينها لتعظيم الاستفادة من كل الموارد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في الآخر، نجاح المؤسسات الدولية ونجاح القطاع الخاص هو نجاح لنا جميعا، وفي الآخر هو كما يقال هو win-win situation لنا كلنا. بشكر حضراتكم، بشكر حضرتك سيادة الرئيس. شكرا معالي الوزيرة. الآن الكلمة مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. شكراً للمنتدى للحلقة النقاشية. يمكن يا فندم أنا عايز أركز على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ويمكن دور وزارة التعاون الدولي هو العمل مع المؤسسات الدولية جميعها بخلاف صندوق النقد الدولي. يمكن دي نقطة، لأن الصندوق مع البنك المركزي ووزارة المالية بحكم السياسات النقدية والسياسات المالية لأي دولة. يمكن في نهاية ديسمبر 2019 كانت بداية الجائحة، وكان من الضروري، وده بتوجيهات حضرتك، إزاي نقدر نعمل إطار تعاون دولي وتمويل إنمائي فعال. وفي هذا النهج عملنا هذا الإطار في ثلاث مبادئ رئيسية. هذه المبادئ هي منصات التعاون التنسيقي المشترك، ودي كانت نقطة هامة جداً، لأنه كان لازم المؤسسات المالية اللي بنتعامل معاها التنموية المالية يبقى في تكامل وتناغم في برامجها المختلفة وفي تمويلاتها المختلفة، لأن كان في بداية الجائحة في تكالب شديد جدا على التمويلات الميسرة، لأن دي طبيعة هذه المؤسسات، ومصر ليها باع كبير جدا في التعاون معها، وأنا هلقي الضوء على ده. نمرة 2، حضرتك وجهت أنه لابد من مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وده اللي حصل في 2020. وبرضو هتكلم على أنه مصر تعتبر من الدول الأول اللي قدرت تعمل هذه المطابقة. مش بس كده، أيضا أعلنت على مواقع الوزارة، وأيضا دشنت من كلية لندن بالتعاون مع أكثر من مؤسسة دولية، وكثير منهم موجودين معنا. المنهج الثالث أو المبدأ الثالث حضرتك دايما كنت واجهت بيه في هذا الإطار هو توثيق قصص النجاح التنموية لمصر، وهذا التوثيق مهم جدا وبنقوم بيه بأكثر من طريقة، وده الحقيقة اللي بيقودنا بعد كده لأنه نقدر يبقى في شراكة يعني التجارب مع دول الجنوب أو مع الدول الناشئة الأخرى ممكن أن هي نقوم بيها. إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي له ثلاث أهداف: تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، نمرة 2 ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. وهنا عايز أحط نقطة مهمة جدا، مفيش أي مشروع، أي تمويل، أي اتفاق بنبرمه مع أي مؤسسة تمويل إلا إذا كانت جزء من خطة مصر 2030 وجزء من برنامج مصر تنطلق اللي هو برنامج الحكومة، وده في القطاعات المختلفة.
نمرة 3 هو تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال. خليني هنا أركز يا فندم على منصات التعاون التنسيق المشترك، وكتير من أصدقائنا من المنظمات موجودين معنا، وده لما الدنيا قفلت في 2020 ما كانش فيه اي بعثات بنقدر احنا نتواصل معهم او هم يقدروا يجوا مصر، فاستخدمنا التكنولوجيا واصبح في شكل ممنهج للعمل التشاركي مش بس مع المؤسسات الدولية ولكن أيضا مع القطاع الخاص. وكان دايما الوزير القطاعي بيبقى حاضر في هذه الجلسات بيقول الإصلاحات اللي قام بيها في الفترة اللي فاتت، التمويلات اللي محتاجها لتحقيق الرؤية في المرحلة المقبلة. وعايز أدي حضرتك نموذج أنه مع وزارة النقل بالتحديد، ولأن مشروعات مصر في النقل كبيرة جداً، لقينا أن في تنافس ما بين شركاء التنمية في المساهمة في المشروعات الخاصة بوزارة النقل، وده كان بيعزز من فرص جمهورية مصر العربية في الحصول على تمويلات بشكل تفضيلي، لأنه كان كل شيء متاح بشكل فعال جدا. في نقطة أخرى مهمة، وهي أنه وزارة التعاون الدولي وجمهورية مصر العربية مع منظمة OECD من فترة كان في دراسة مستفيضة على دور القطاع الخاص لمصر، وإزاي نقدر إن احنا نكبر من هذه المشاركة. وده كان من أحد أهم النتائج منه، هي فكرة التمويلات المبتكرة، ويمكن هتكلم على ده وأربطه بالمناخ في الآخر. ده أيضا جزء من أو من أهم الأمور اللي احنا بنشتغل فيها مع أصدقائنا من المؤسسات الدولية في المرحلة المقبلة. يمكن عن مطابقة مشروعات التمويل التنموي مع الأهداف الأممية، عايز أقول أنه لما بصينا على المحفظة كاملة ومحفظة جمهورية مصر العربية في التمويلات الإنمائية تقريبا 26 مليار دولار، دي المحفظة الجارية، لقينا أنه أكثر ثلاث أهداف من التنمية المستدامة بيروح لها هذه التمويلات هو الطاقة الجديدة والنظيفة، المياه النظيفة، والبنية التحتية. ودي بالضبط هي الأهداف اللي موجودة في استراتيجية 2030، ودي الأهداف اللي موجودة في برنامج مصر تنطلق. والحقيقة لو كان يعني، وهم طبعا كل شركائنا بيقدروا يشوفوا ده بشكل دوري وبشكل فيه شفافية. ويمكن نقطة هامة جدا في موضوع التمويلات الميسرة، أنا دايما أقول إنها مش بس فكرة تمويل وفلوس بتبقى متاحة، هو ده دليل على التزام الدولة المصرية بمعايير الشفافية، بمعايير الحوكمة، خصوصا في المناقصات، وأيضا في أنه كل يعني الحصول على هذه التمويلات لابد أن تكون في المعايير البيئية مطبقة. وبالتالي يعني التزام جمهورية مصر العربية بصياغة وتنفيذ مثل هذه المشروعات هو ده الحقيقة اللي بيفتح الأبواب لمشروعات قادمة وأخرى. ويمكن في نفس نهج المطابقة ما بين التمويل الميسر للمشروعات الحكومية، قدرنا نعمل نفس المطابقة لمشروعات القطاع الخاص، لأن يمكن في نقطة بتبقى دايما يعني ما بيتقالش عليها كلام كتير، ولكن التمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية ليست فقط للحكومة ولكن أيضا متاحة للقطاع الخاص. ويمكن في 2020 في السنة اللي كانت تعتبر صعبة جدا، قدرنا نبرم اتفاقيات تمويل تنموي ب 9.8 مليار دولار، منها 3.2 للقطاع الخاص، كان من خلال خطوط ائتمان مع البنوك المصرية أو زيادة في رأس مال شركات مصرية أو في بعض السندات لشركات القطاع الخاص. يمكن الجزء الآخر هو إزاي بنقدر نوثق قصص النجاح في مشروعات مختلفة. يمكن المشروع اللي حضرتك تفضلت وافتتحته من أسبوعين، مشروع بنبان، وهنا عايز أقول أنه الإصلاح الهيكلي اللي بتقوم به الدولة المصرية بيفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص. وبنبان الحقيقة بتعتبر
المشروع الأمثل لهذه التجربة، لأنه مع استراتيجية الطاقة 2035 مع استراتيجية أنه نقدر يبقى فيه التعريفة مفتوحة للقطاع الخاص، ده اللي خلى المؤسسات التمويل المختلفة تقدر أنها أيضا بتمويلات 4 مليار دولار تخش وتساهم في بنبان، وأخذنا جوائز كتير، وده ممكن أن هو بيفتح أفاق التجارب مع البلدان الأخرى. في 2021 على الرغم أيضا من الجائحة، التمويلات التنموية 10.2 مليار دولار، منها 1.5 مليار للقطاع الخاص. هنا الرقم مش لأنه كبير هو يعتبر أو بيعكس شيء في حد ذاته، غير أنه بيعكس دأب المؤسسات التمويل الدولية على مشاركة جمهورية مصر العربية في مشروعاتها المختلفة. وهنا يا فندم المشروعات في القطاعات كاملة، سواء كانت صحة، تعليم، تكافل وكرامة، تضامن اجتماعي، المرأة كان ليها دور كبير جدا أو ليها حصة كبيرة جدا. ويمكن احنا النهاردة في مؤتمر الشباب عايزة أتكلم على المؤسسات التمويل الدولية في مشروعاتها وبرامجها مع الشباب المصري في ريادة الأعمال. إحنا عندنا تقريباً 114 مشروع، دي المحفظة الجارية، ب 5.8 مليار دولار موجودين للشباب في قطاعات مختلفة. ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حصتها 1.3 مليار دولار. عايزة أختم بس بموضوع القطاع الخاص والتمويلات المبتكرة، والنهاردة كان في جلسة هامة الصبح عن من جلاسكو لشرم الشيخ، في تعهدات كثيرة جدا من المؤسسات المختلفة للتغير المناخي، ولكن فكرة إزاي نقدر نخلي هذه التعهدات على أرض الواقع. وكان في أو دايما بيبقى في ثلاث عقبات بتواجه الدول النامية. نمرة واحد، تصنيفهم الائتماني بيبقى أقل من بي، وبالتالي حتى لو التعهدات الدولية موجودة وحتى لو القطاع الخاص عايز يخش هذه البلاد، بيبقى فيه جزء كبير جدا من المخاطر مرتبطة به، وبالتالي بنقول انه عايزين إطار مؤسسي مع المؤسسات الدولية، انه التمويل المختلط اللي هو ينزل المخاطر، يخفض من المخاطر، وبالتالي تقدر هذه التمويلات تكون موجودة بشكل فعال أكتر في الدول النامية اللي هي محتاجة التحول إلى الأخضر. في النهاية ده منهج بنشتغل فيه مع المؤسسات. جزء آخر أخير بنقوم به أيضا هو وضع الاستراتيجيات المختلفة للخمس سنوات القادمة، ودي بيبقى داخل فيها المبادرات الرئاسية، بيبقى داخل فيها أولويات الحكومة المصرية، بيبقى داخل فيها مطابقة هذا مع أهداف التنمية المستدامة، وبتتعمل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، ويمكن مبادرات عديدة جدا مع المؤسسات المختلفة. ومع دولة رئيس الوزراء عملنا اجتماع على مشروع حياة كريمة، في الحقيقة شغف كبير جدا لمساهمتهم في هذا البرنامج، ليس في الجزء الخاص بالبنية التحتية ولكن في الاستثمار في رأس المال البشري، وبالتالي التكامل مع البرامج الموجودة حاليا بمساهمة من المؤسسات المختلفة، ده أيضا أحد المحاور العمل في المرحلة المقبلة. شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزيرة.
شكرا جزيلا سيادة الرئيس. الآن الحضور الكريم، سنفتح باب الأسئلة والنقاش مع السيد الرئيس، وسنقوم باستقبال ثلاثة مداخلات من حضراتكم، يتبعها ثلاثة مداخلات أخرى وهكذا. فأرجو من حضراتكم الالتزام بحد أقصى دقيقتين فقط للمداخلة حتى يتمكن السيد الرئيس من استقبال أكبر قدر ممكن من المداخلات والرد عليها. تفضل. شكرا فخامة الرئيس على هذه الكلمة، وكل التقدير لهذا التطور المشهود في المنتدى. أنا تابعته منذ بدايته، حضرت المنتدى السابق قبل الجائحة، وواضح أن فيه تطور ليس فقط في التنظيم ولكن أيضا في حسن انتقاء الموضوعات وجودة المشاركة، وإن شاء الله ربنا يطرح البركة في الدقيقتين اللي حضرتك خصصتيهم. هو سريعا فخامة الرئيس، أنا عايز أعلق على اللي حضرتك ذكرته، لأنك كما سيادتك كلمت عن المؤسسات الدولية، بدأت بالخبرة والمعرفة وعين كلمت بعد ذلك عن التمويل، وده بالفعل حتى بالنسبة للمؤسسات المالية اللي بتمنح تمويل زي البنك الدولي اللي عملت فيه 10 سنوات، أو صندوق النقد الدولي لما بتشرف بتمثيل مصر والمجموعة الدول العربية في مجلس إدارته. الأهم من التمويل هو ما ذكرته سيادتك عن موضوع نقل الخبرة، نقل المعارف، الحوار المستمر مع مش بس الحكومات، ولكن في كل عمل بيتم بيبقى فيه حوار مع المجتمع المدني، ودي مسألة مهمة جدا في تطوير البرامج. وكويس أن القيادة في مصر مدركة لأهمية هذا الموضوع، واللي سيادتك ذكرته وأتصور أن احنا بنتكلم على الهواء هيكون يعني مش هيستنوه لحد ما نقل هذا الأمر، هيكون بالفعل بلغ للخبراء المتميزين عاملين في هذه الجهات، وأتصور أن ده بيشجعهم لأنه زي ما سيادتك ذكرت أنه هناك عمل متواصل معهم. الأمر الآخر، قبل اللقاء فخامة الرئيس أنا كان عندي حوار سريع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، باعتبار أنه أيضا مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية. كنت بهنيها مش على فوزها لأنها نيجيرية في الماتش، ولكن لأنها لتجديدها لمدة 5 سنوات جديدة من اعتبار من أمس، والأمين العام أيضا عنده مدة جديدة. وهناك سؤال لسيادتك منها وليس مني، قالت لو جات لك الفرصة لطرح هذا الأمر على فخامة الرئيس وإحنا بنعد 5 سنوات جدد، إيه هي الأولويات الأهم اللي من الممكن التركيز عليها؟ طبعا هم مراجعين سيادتك ذكرته في أكثر من مناسبة في الكلمات اللي حضرتك ذكرتها عن أهمية النظام الدولي المتعدد الأطراف على بعض المختلفة الخاصة بالمشاركة، ولكن باعتبار أنه في دور إقليمي ودولي أيضا عالمي يعني لمصر، فإذا كان في رسائل محددة في هذا الشأن فيبقى شيء عظيم للغاية. أنا أقول الكلام ده طبعا وزميلتنا المحترمة إلينا بونوفا الممثل الرسمي هنا للأمم المتحدة موجودة، فبس يعني ما بيننا بالصداقة يسمح لي أنا أخذ ده منها إذا كان في مناسبة. أمر الآخر سيادة الرئيس، احنا بنتكلم على موضوع حضرتك ذكرته في اخر كلمه وجهتها في الامم المتحده، ومش انا اول واحد بشير لهذه الكلمه، ايضا السيد موريتانوس امبارح اشار لحاجه منها. سيادتك اتكلمت عن موضوع الدول متوسطه الدخل وانها بتعاني، ودي ملاحظه سديده لسببين. اولا الدول الاقل دخلا في عندها تمويل ميسر اكثر تيسيرا من الدول الاخرى زينا اللي هي دول متوسطه الدخل. الدول الغنيه بتحصل على تمويل رخيص قد يقترب من الصفر على مدار العامين، ففي ما أسميه بمسألة فخ الوسط دي. أنا مش بتكلم على دولة ولا اثنين، احنا بنتكلم على دول بتمثل 75% من سكان العالم وثلث الاقتصاد العالمي، وفيهم 60% من فقراء العالم. فإذا كانت هناك أولوية فيجب أن يكون هناك نوع من أنواع التحديث في منهج التعامل مع دول متوسطة الدخل. بالنسبة لصندوق النقد الدولي، احنا عملنا مبادرة، ويمكن برضو بالاستناد لشغل عملناه مع الأمم المتحدة، ان احنا عملنا صندوق جديد داخل الصندوق، ومن المفروض هيفعل قريبا لاستخدام وحدات حقوق السحب الخاصة لإضافة تمويل للدول المتوسطة الدخل. وكنا مع دولة الرئيس وأشرنا لمزايا هذا الصندوق، وبيركز بالمناسبة على موضوعات الاستدامة وتغيرات المناخ والأبعاد الأخرى للتنمية المستدامة. الأمر الآخر في هذا الإطار سيادة الرئيس عن موضوع الدول برضو متوسطة الدخل، لأن احنا حضرتك أشرت
لأنه من ممكن أكون جزء من الحل، مش بس حل مشاكلها ولكن حل مشاكل عالمية عندها مزايا. في موضوع اللقاحات أتصور بتمثيلنا المتميز في جنيف في منظمة التجارة العالمية إحنا محتاجين نشتغل على أكثر من محور. أولا موضوع الإعفاء المؤقت لحقوق الملكية الفكرية للقاحات، وعندنا قدرة كان طبعا بحضور معالي الوزير المختص الآن بالصحة، عندنا قدرة في أفريقيا في مصر في نيجيريا في المغرب في السنغال في جنوب أفريقيا أن احنا نقوم مش بس بالتعبئة والتوزيع ولكن بالتصنيع، ويبقى فيه فرصة كبيرة للاستثمار المتبادل في هذا الشأن، وده يبقى نوع معين من العمل. وأتصور أنه المندوب الدائم لمصر بيتابع بشدة في هذا الموضوع في جنيف، بس محتاجين دايما المساندة لأن المبادرة قامت بها الهند وجنوب أفريقيا، وممكن احنا نقوم أيضا بالمساندة في هذا الأمر. عندي حاجتين سيادة الرئيس، الحمد لله دقيقتين عدوا لحد دلوقتي. الموضوع الخاص بقمة المناخ، ليست هذه القمة الأولى، احنا بنتكلم على القمة 27 بعد عدة قمة، بعضها كان ناجح زي قمة باريس، وبعضها كان فاشل زي قمة كوبنهاجن، وبعضها كان يعني مر بسلام دون أن يذكر له لا شر ولا خير. الأمال معلقة على القمة في مصر، في جدول كبير جدا وحضرتك شاركت في قمة جلاسكو، وهي قمة للتنمية العالمية في نفس الوقت وهي قمة إفريقية، فهنا ده بعد احنا محتاجين نشتغل عليه من الآن لمسألة أن تكون هذه القمة قمة إفريقية مش لتمويل ميسر فقط، احنا محتاجين استثمارات وليس فقط قروض ميسرة. اللي سيادتك اتعمل في هذا البلد على سبيل المثال في البنية الأساسية المتميزة ده فاتحة خير على استثمارات خاصة كبيرة معتبرة محلية وأجنبية، وده ممكن يعتبر في الإطار اللي سيادتك ذكرته عن أفريقيا ده يبقى شيء جيد. وأنا فاكر وسريعا حضرتك تسمح لي أقول حاجة لأنها مهمة، أما اديت لسيادتك في اللقاء عدة أمثلة ببعض الدول الأسيوية في مجموعة الأسيان، قلت لسيادتك فيتنام عملت وسنغافورة عملت، حضرتك قلت هم عملوا لكن محيطهم الإقليمي كان مساندا لهم، ودي نقطة احنا محتاجين نشتغل عليها، لأنه بيتي مش هيعمر لو أنا بيتي متميز فقط، ولكن الجيرة يجب أن تكون متمتعة بهذا القدر، وده البعد اللي سيادتك محتاجين نأكد عليه. حياة كريمة، أنا راجل من كفر شكر وبفتخر بغض النظر بقى عن واشنطن ونيويورك، حضرتك والحكومة والشعب عملوا أشياء كثيرة، منها موضوع الصبر على الإصلاح الاقتصادي التطوير في المدن، ولكن لو سيادتك كراجل اشتغلت أنا في موضوع التنمية، المشروع الأكثر طموحا والأكبر تأثيرا والأكثر قدرة على تحويل حياة البشر باللي احنا شايفينه النهاردة وبإطلاق العنان والحرية للناس انهم بعد كده يبتكروا ويتطوروا، حضرتك قلت على حاجة على الصرف الصحي، حياة آدمية، المية حق معتبر، ولكن الفرص في الاستثمار في البشر في التعليم في الرعاية الصحية، من معالي وزير الاتصالات ودولة الرئيس بيتكلموا عن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، دي نقلة لمستقبل إن شاء الله يكون يعني جيد ومتميز للكافة ومنافسة عالية. يعني دقيقتين زادوا بركة، فأشكر سيادتك على صبرك ومتشكر شكرا جزيلا. السؤال الثاني تفضل. شكرا معالي الرئيس على هذا اللقاء. أنا هنا أمثل الاتحاد الإفريقي وليس بصفتي الوطنية، لذلك أريد أن أستكمل ما بدأه دكتور محي الدين فيما يتعلق بموضوع حياة كريمة. إحنا كنا في اللقاء السابق مع معاليك وذكرت التجربة الثرية في العشوائيات، أعتقد هذا اقتراح من جانبي أن تتقدم مصر بمبادرة مماثلة لنقل الخبرة المصرية في هذه المبادرات التنموية خاصة في ظل كوفيد للاتحاد الإفريقي اللي تستفيد منها الدول الإفريقية في محيطنا الإقليمي كما تفضل دكتور محمود، لأن مبادرة حياة كريمة على حد ما أنا فهمت هي مبادرة متكاملة يدخل فيها ليس فقط بناء مساكن كما تبدو، ولكن إحنا مع بداية تولي حضرتك للحكم تخطينا أزمة الكهرباء، تخطينا أزمة كبيرة في الطرق، أنا بقالي سنة ونص خارج البلاد أول ما نزلت فعلا في تغيير حقيقي وملموس على الأرض، فده نتيجة هذه المبادرات.
إذا تفضلتم حضرتك بالتوجيه أن يتم عمل نوع من الشراكة مع الاتحاد الإفريقي لنقل الخبرة المصرية في هذه لهذه المبادرات حياة كريمة، وكذلك المبادرة الخاصة بمصر تستطيع، لأنها تدخل فيها جمع الخبرات الأجنبية المصرية في الخارج. إحنا لدينا أيضاً خبرات إفريقية في الخارج، يمكن استفادة الدول الإفريقية كذلك من هذه القدرات سواء في التمويل أو بالعلم. شكراً معالي الرئيس. شكراً. السؤال الثالث تفضلي. فخامة الرئيس، أود أن أشكرك أولاً على منح هذه الفرصة. أنا إلينا بونوفا وأنا المنسق الأممي المقيم هنا في جمهورية مصر العربية. أنا أنسق عمل كل الوكالات الأممية الممثلة هنا في مصر. أولاً أشعر بالفخر والشرف وأشعر بالتواضع الشديد بعد أن سمعت تعبير فخامتكم عن تقديركم العميق اللي بذلناه من عمل من جانب كل الوكالات الدولية ولا سيما الوكالات الأمم المتحدة. أود أن أعرب عن بعض أفكاري ثم بعد ذلك سوف أدلي سؤال قصير للغاية لسعادتكم. أود أن ألقي الضوء أنني كمنسق دائم دوري هو أن أعمل على تقارب عمل الوكالات الأممية من أجل خدمة أهم الأولويات. كانت الأمم المتحدة مشاركة ومصاحبة للحكومة المصرية خلال مسارها التنموي على مدى سنوات كثيرة. لدينا 26 وكالة أمم متحدة تعمل مع الوزارات المعنية. لقد أشرت فخامتكم إلى عمل منظمة الصحة العالمية، وأود أيضا أن أشير إلى صندوق السكان تبع الأمم المتحدة. معنا هنا أيضا منظمة الهجرة ومنظمة المعنية باللاجئين ومنظمة العمل الدولية والأونروا التي تخدم إقليميا اللاجئين الفلسطينيين، ومعنا أيضا منظمة برنامج الغذاء العالمية الذي يعمل على تأمين الغذاء واليونيسيف طبعا المعنية بالطفولة. كأمم متحدة نحن نغطي طائفة واسعة من القضايا، ونحن نقف إلى جانب الحكومة المصرية ونتعاون مع أهم الوزارات المعنية من أجل تنفيذ أجندة الحكومة. وكمنسق مقيم ودوري هو أن أنسق عملهم من أجل أن يتحلقوا حول الأمور المهمة. بالحديث عن الأمور المهمة، الأمر الأول هو أهداف التنمية المستدامة، لأنها في جوهر ولاية وعمل ولايات الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد نتعاون مع كل الوزارات المعنية، وكل عمل الأمم المتحدة متوافق مع أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة. الأمر المهم هو حياة كريمة، مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة عزيزة على قلوبنا لأنها في جوهرنا تعتبر برنامجا يركز على معالجة أوجه اللامساواة ويعنى بالريف. وكأمم متحدة لقد حددنا أنشطتنا، وحاليا نحن نعمل في 54 محافظة، عفوا في 54% من القرى التي تغطيها حياة كريمة. لدينا طموح لأن نزيد من ونعزز من شراكتنا مع الحكومة، ولأن نركز في أنشطتنا على كل القرى بأقصى قدر ممكن. سوف نركز على المكون الناعم، وهنا تكمن قوة الأمم المتحدة. نعمل مع كل الأطراف في تمكين المرأة وفي الشمول المالي وفي أمور كثيرة أخرى، لأن الحكومة تعلم كيف تبني البنية التحتية، ونحن إلى جانبكم إذا ما احتجتم إلى دعمنا الفني من أجل أن تحقق حياة كريمة نجاحا أكثر. لأنكم إذا نجحتم في حياة كريمة فستنجحون في أهداف التنمية المستدامة. أيضا الإصلاحات الهيكلية تركز على معدلات التشغيل والإنتاجية
والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وكأمم متحدة نعمل على نحو وثيق مع وزارة التعاون الدولي والتخطيط، ونأمل لأن يكون لدينا شراكة استراتيجية فيما بيننا وما بين الحكومة المصرية خلال الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية. وتركيزنا الأساسي سيكون في النظر إلى الفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً، وهنا يكمن دور الأمم المتحدة. نحن دائماً نقف لدعم هؤلاء. أود أن أذكر أو أتحدث عن تعاوننا الوثيق مع وزارة التعاون الدولية شريكنا الأساسي. هذه الشراكة متعددة الأطراف التي تحدثت عنها الدكتور رانيا المشاط تمثل دعما كبيرا من الأمم المتحدة. نحن أيضا ندعم شركائنا من القطاع الخاص. نحن نحصل على التوجيهات حول الأولويات من الوزارات المعنية أيضا. مرة أخرى أود أن أشكر فخامتكم لتقديركم البالغ لنا، وسوف نواصل العمل مع الحكومة المصرية. وسؤالي حول قمة 27 أو كوب 27، أنا هنا أسأل عن التوقعات. كأمم متحدة نود أن نتقارب ونتشارك مع الحكومة المصرية بحيث تحقق نجاحا في هذه القمة، لأن هذا سوف يشكل نجاحا إفريقيا ونجاحا عالميا أيضا. وسؤالي، ما هي توقعات فخامتكم حيال نوعية الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة في هذا الصدد؟ وشكرا لحسن استماع فخامتكم. شكرا جزيلا. وحبدأ الأول بالدكتورة أمينة، وأتمنى لها التوفيق في هذا التجديد وبهنيها يعني. وأنا عايز أقول لك إن القطاعات اللي إحنا مهتمين بيها، ويمكن السؤال ده برضو يخص منسقة عمل المنظمات الدولية هنا، احنا مهتمين بثلاث قطاعات هنديهم قوة دفع خلال المرحلة اللي موجودين فيها: الصناعات، كثيفة التكنولوجيا، الزراعة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وبنعتبر ان دول لدينا فيهم محتاجين نبذل فيهم جهد اكبر، ومحتاجين نحقق فيهم تقدم أكبر من اللي احنا موجودين فيه. فالثلاث قطاعات اللي أنا بتكلم عليهم دول هو ده توجه الدولة خلال المرحلة دي. وأقدر أقول لكم إن احنا خلال يعني بقالنا أكتر، احنا يعني عملنا حصر مكثف وعميق جدا جدا لفرص الصناعة اللي ممكن نتحرك فيها. ومش هقول سر ولا حاجة، أنا قلت إن النهاردة مش هتكلم على فرص تصدير قد ما انا قلت ان احنا على الاقل نقلل فاتورة الاستيراد من خلال انتاج مستلزمات انتاج بيتم استيرادها من الخارج. واتحطت لستة بهذا الموضوع، وقلنا ان احنا مع نشجع القطاع الخاص على العمل من اجل يعني انتاج هذه المستلزمات، واللي تقريبا في حدود 25-30 مليار دكتور مصطفى، 30 مليار دولار. لو احنا نجحنا فيهم خلال السنتين ثلاثة اللي جايين دول وعملناهم، يبقى احنا على الأقل قللنا فاتورة الاستيراد بمقدار 30 مليار دولار. فده وبنعتبر ان ده فرصة تشغيل في مصر، ثم ده هيدي قوة دفع للصناعة بصفة عامة يعني. إذن احنا بنتكلم على الصناعة ذات التكنولوجيا المكثفة، بنتكلم على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وبنقول برضو ان احنا في مصر لدينا شريحة كبيرة جدا من البشر، وحجم الشباب اللي موجودين حجم ضخم جدا، وعملنا برامج كثيرة جدا تهدف الى هذا الموضوع. انا عايز اقول لكم على حاجة، احنا اهتمامنا في الموضوع الاتصالات وهذه التكنولوجيا بدأ منذ 3 سنوات تقريبا، وهو ده برضو اللي انا عايز اقوله، انه ده كان داعم، كان مساند لينا أثناء الجائحة. لما جينا نتكلم، إحنا كنا مثلا الرقم 40 على إفريقيا في سرعة الإنترنت، ده من 3 سنوات. وخدنا القرار رغم أنه هو قد يكون من منظور اقتصادي ما كانش مثمر يعني، وخدنا القرار وبقينا دلوقتي طبقا للمعايير الثالث على إفريقيا، 40 سرعة الإنترنت ومتحركين أكتر.
متحركين اكتر. اللي انا عايز اقوله اتعملت بنيه اساسيه داخل الجامعات والمدارس بواسطه وده اللي ساعدت على ان احنا نقدر نعمل تعليم عن بعد. احنا بنتكلم على دوله فيها ما يقرب من 25 مليون في التعليم في مصر، 25 مليون، انك انت تستطيع انك انت توفر لهم فرص ان هم يتعلموا عن بعد بشكل في دوله بظروف زي ظروف مصر، ده امر ما كانش بسيط، لكن احنا متحركين فيه ويزيد. يعني احنا متحركين في هذا الامر. الزراعه، انا مش هكون هتكلم بتواضع شديد جدا واقول ان انتم هتسطروا خلال عامين على الاكثر، مش كده يا دكتور مصطفى؟ عامين على الاكثر هتجد ان احنا ادخلنا 2 مليون فدان في الزراعه في مصر. 2 مليون فدان، ده رقم عايز يعني حطوه في الاعتبار خلال مده زمنيه لا تزيد عن ويمكن اكتر من 2 مليون لو اعتبرنا ان الريف المصري ال 800,000 فدان اللي احنا شغالين فيهم، يبقى احنا بنتكلم في 3 مليون فدان خلال 5 سنوات. دول الثلاث قطاعات اللي احنا شغالين، اذا كنتم يعني محتاجين ان احنا نتكلم فيهم، محتاجين ان كنتم تدعمونا فيهم. بالمناسبه انا بكلم المنسقه، احنا محتاجين كل المؤسسات الدوليه انها تدعمنا وتساندنا، وستجدون ان احنا بنتحرك بشكل في كثير من، عشان المترجمه تعرف يعني، بشكل نجيب، بشكل يعني شاطرين، يعني بنتحرك يعني عايز اقول كده عشان بس تعرف كلمه نجيب ما تبقاش مشكله بالنسبه لها. النقطه الثانيه، احنا مستمرين زي ما قلت في بدايه الكلام مع هذه المؤسسات، ويمكن انتقل هنا لزميلتنا للاتحاد الافريقي. نحن مستعدين، وانا يمكن كلامي لما بدات وكلمت على الاتحاد الافريقي او كلمت عن الدول الافريقيه ده في اطار التزامنا بان احنا وبنعتبره شكل من اشكال حقوق الانسان ان احنا نهتم باشقائنا في افريقيا، وان احنا نحسن من اوضاعهم ونحفز الاخرين على ان هم يقوموا بهذا الدور. وانا عايز اقول لك لما اتحركنا في مشروعات هنا في مصر، صدقيني ما كانتش المشروع الواحد بيحقق هدف واحد. يعني بتيجي تكلمي على مثلا مشروع البحيرات، تطهير البحيرات في مصر، ده مشروع يمكن واحنا بنعمله من 4 سنين وبنتحرك فيه ما كانش حد متصور ان الموضوع ده. انا بتكلم على الناس البساط يعني في مصر، ما كنتش مهتم يعني ايه الموضوع ده هيتصرف عليه مليارات كثيرة جدا جدا عشان نزيل حجم التعدي السلبي اللي حصل خلال 100 سنة اللي فاتوا. انا اقدر اقول لك ان النتائج مش فقط بيئية، لا، النتائج اقتصادية. وبالتالي انا عايز اقول لكم وانتم ادرى مني بده لان انتم اكثر علما واكثر خبرة، اي مشاريع هتتعمل مش هيكون لها تأثير في اتجاه واحد فقط، لا. لما نيجي نتكلم على بنية أساسية في إفريقيا مثلا، لا، ده حتى النهاردة الناس اللي بتستخدم لما يبقى فيه كهرباء هيولعوا شجر؟ طب لما مش هيولعوا شجر هيبقى فيه غابات هتزال؟ طب لما مش هيبقى فيه غابات تزال يبقى المناخ بيتحسن ولا ما بيتحسنش؟ لا طبعا. فكل المشاريع اللي وده كلامنا، اللي احنا الكلام ده لم يتغير منذ 5 سنوات من 2015 وحتى الآن مع كل المسؤولين الأوروبيين اللي اتكلمنا على أفريقيا، وكان كلامنا سواء كان في مؤتمرات رسمية مرتبطة بأفريقيا أو أيضا في تناول موضوعات خاصة بالقارة. وأنا بقول لكم كمؤسسات ووكالات مهتمة وعملها هو تحسين حياة البشر، أفريقيا تستحق مننا كلنا إن احنا أنتوا شايفين الصراعات اللي موجودة، وبالتالي كل ما الحال هيفضل كده الصراعات هتزيد والإرهاب يزيد، ولما الإرهاب يزيد هيأثر علينا كلنا. فاحنا، أنا آسف أقول يعني بيقولوا البيضة ولا الدجاجة، يعني لا، احنا نخش وزي ما قلت كده ونتحرك ونعمل برامج ونقلل كتير من الكلام اللي بيتقال مثلا طب الشفافية طب الفساد، وده أمر مهم أنتوا عايزين تطمنوا عليه وأنا معاكم فيه. طب خلاص، يبقى النهاردة أقول لك تعالى اعملوا المشاريع دي على مستوى القارة بالكامل بشركات أوروبية أو بشركات عالمية،
تعمل الـ 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 الموضوع ده في القارة الأفريقية، وفي موضوعات أخرى كثيرة جدا محتاجين نشتغل عليها، ويتقدم التمويل ويبقى في التزام من الدول عليه. مش عايز أكرر الكلام ده تاني، لكن عايز أقولك إن إحنا في مصر مستعدين لأي مش مشاركة فقط، وللدعم وللمساندة وللمساندة. أرجع بس النقطة يمكن الدكتور محدين يتكلم عليها على موضوع الأمصال. إحنا من الأول قلنا إن إحنا في مصر لدينا البنية يعني التصنيعية لتصنيع اللقاحات. لو الدول اللي هي يعني نجحت في إنتاج هذه اللقاحات أعطتنا الفرصة إن إحنا نبقى ونورد لإفريقيا من باب يعني انتوا شفتوا إن التوزيع ما كانش نتيجة الظروف بتاعت الدول القارة، فقلنا إحنا في مصر مستعدين ننتج هذه الأمصال لو الشركات المصنعة اللي أعطتنا الفرصة. إحنا لدينا القدرة التصنيعية لإنتاج اللقاحات، وبننتج لقاحين مش كده دكتور مصطفى دلوقتي، وفي شركة قطاع خاص بتنتج أيضا لقاحات في مصر غير القدرات بتاعة الدولة. فإحنا مستعدين لده بشرط أن طبعا الدول والشركات اللي هي العالمية المعنية بهذا الموضوع تبقى تسمح لنا بهذا الموضوع. وإحنا إذا كان الموضوع محتاج تحرك أكتر من اللي إحنا بنعمله مستعدين نعمل ده كدولة مع الدول المعنية بهذا الأمر. يتبقى سؤال المناخ والتوقعات إيه؟ أنا قلت يمكن كلمت باقتضاب في اليومين اللي فاتوا أو مبارح تحديداً على إن أنا بقول إن البشر هم الأكثر، هو المخلوق الوحيد اللي قادر على إحداث الإصلاح بعد التدمير، هو عنده القدرة دي، ربنا خلقه كده. أنا مش شايف ومطمئن، مش شايف إن إحنا مش رايحين للبناء والإصلاح، لا إحنا رايحين للبناء والإصلاح. وعندي ثقة في العالم كله على مختلف مستوياته، دول كبيرة أو دول متوسطة أو دول حتى صغيرة، إحنا رايحين على إصلاح هذا الأمر. وسجلوا علي الكلام دوت، مش بقول كده عشان إحنا اللي حننظم المؤتمر، فلا لا لا، هو الإنسان بطبيعة الحال عندما يرى الخطر هو مين اللي جمع الإنسانية كلها على إجراءات يعني كانت في منتهى القسوة في العالم كله، وتقريبا العالم كله نفذها، هو الإحساس بالمسؤولية والإحساس بالخطر. وأنا أتصور أن موضوع المناخ ابتدى خد قوة دفع خلال على الأقل خلال الخمس سنين اللي فاتوا دول، توقفت يمكن شوية أثناء يعني الفترة بتاعت انسحاب دولة كبيرة منه، لكن أتصور أن قوة الدفع اللي تحققت بالعودة لده في جلاسكو حتى لو كانت الأمور اللي احنا بنتمناها مش كلها بتتحقق، لكن اللي انا متاكد منه وبغض النظر عن ان احنا هنحقق ده في هنا في شرم الشيخ ان شاء الله اخر السنه دي، انا متاكد ان العالم هيقوم بما يلزم من اجل تحسين حل المناخ. وانا قلت مثالين مهمين، قلت القطاع الخاص في العالم قادر على استشراف الفرصه واختطافها. النهارده تفتكروا يعني، وانا بقول الكلام ده سؤال بنطرحه لينا كلنا، تفتكروا حجم السيارات الكهربائيه اللي هتنتج خلال الثمان سنين اللي جايين قد ايه؟ ها؟ كام؟ طب انا هقول ايه؟ يعني ده تقدير واحترمه اكيد، لكن عايز اقول ان لما الناس تجد الفرصه ولما التطور اللي بيتم، انا جبت قطاع واحد اللي هو قطاع السيارات وحجم إسهامها في الإساءة للمناخ ضخم. احنا بنتكلم على سيارات بتتحرك في الدنيا كلها على مدار 24 ساعة بالملايين. طب لو حتى لو كان 30% منهم هيتشال، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، انا متفائل جدا جدا جدا، مش بان احنا هنعمل المؤتمر وينجح، لا، أنا متفائل بأن الإنسان هيتحرك بإيجابية ويحل المسألة وسنرى ذلك. أو اللي سنهم صغار شوية هيشوفوا أكتر مننا يعني. شكرا جزيلا. شكرا سيادة الرئيس. هل ممكن استأذن حضرتك في استقبال ثلاثة مداخلات أخرى؟ تفضلوا. تفضل. سيادة الرئيس،
زي ما زميلتي كلمت أنا بكلم باسم المنظمة ومداخلتي إشادة طبعا، لكن قبل الإشادة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، الجائحة أدت لأول مرة منذ إعلان هذه الأهداف إلى تراجع. أنا بكلمش على مصر، أنا بكلم على الصعيد العالمي، لأول مرة منذ إعلان أهداف التنمية المستدامة حدث تراجع حقيقي وفعلي في تنفيذ هذه الأهداف، وخاصة فيما يتصل بمعدلات الفقر. ومن هنا الإشادة، لأنه أسلوب التعاطي المصري مع ظروف الجائحة والإصرار على استمرار في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي والإغلاق الجزئي وليس الكلي كان هو مفتاح استمرار معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري. ومن هنا إشادة طبعا للدولة المصرية بقيادة سيادتك وكل أعضاء الحكومة المصرية في هذا الشكل. ثلاث نقاط أنا أدرك تماما إنها برجاء الاختصار، أدرك تماما أنها في ذهن صانع القرار المصري، ولكن زي ما مصر أصبحت مركز فيما يتصل بإنتاج الغاز في الشرق المتوسط، أنا أقدر أن مصر قادرة أن تكون مركز لإمداد المنطقة بالطاقة الجديدة والمتجددة. الدراسات اللي احنا أجريناها في الاتحاد المتوسط بتؤشر، والرقم قد يكون غريب شوية يا فندم، أن شمال أفريقيا قادر على إنتاج 100 مرة احتياجات أوروبا وشمال أفريقيا من الطاقة اعتماداً على الطاقة الجديدة والمتجددة. مصر لديها ثروة هائلة، وبنبان هي مجرد بداية قطرة وإن شاء الله في بحر من هذا الخير. شكراً جزيلاً. السؤال اللي بعده. شكراً سيادة الرئيس. السؤال اللي بعده، السؤال الثاني. أديله فرصة يقول بس السؤال الثاني أو النقطة الثالثة يعني. النقطة الأخيرة يا فندم، وسيادتك مدرك ليها تماماً ومصر مدركة، والصف الأول من هذا الاجتماع عنوان لها وهي قضية تمكين المرأة. برضو قضية تمكين المرأة يا فندم، دراستنا تؤشر أنه إذا ما تم استغلال الطاقات المرأة في شمال أفريقيا أيضا والشرق الأوسط بشكل كامل، الناتج القومي الإجمالي لهذه المنطقة يقفز 30%. فإدراك سيادتك لهذه النقطة ومحاورياتها وإعطاء المرأة المصرية مكانتها واندماجها في سوق العمل، أتصور أنه أيضا أحد مفاتيح النهضة المصرية الشاملة اللي بتاخدها سيادتك إن شاء الله. شكري. السؤال الثاني تفضل. تفضلي. أنا بشكر حضرتك جدا على الدعوة. تفضل. شكرا جزيلا. شكرا سيادة الرئيس. يعني طبعا أنا بشكر حضرتك، اللي بيحصل في مصر على مدار 7 سنين حاجة يعني تستدعي فينا كلنا الهمة والعزم ان احنا نساعد ان احنا نتقدم بالبلد بقيادة حركة طبعا دولة رئيس الوزراء والوزراء كلهم على مدار الساعة. بصراحة مجهود جبار كلنا يعني بنفتخر بيه. انا كنت حركة كلمت على قطاع السيارات، وانا محمد ماهر ابو غالي بنتمي ليه، وبنحاول جاهدين حركة ان احنا ان شاء الله بإذن الله زي ما حركة كده يعني وجهتنا ان احنا نعمل على تطوير البنية التحتية بالنسبة للقطاع بتاع صناعة السيارات في مصر. ان شاء الله نقدر نعمل حاجة زي كده، وبإذن الله فندم احنا هنعمل عربية كهرباء في مصر ان شاء الله بإذن الله، وطبعا بالتعاون مع المؤسسات اللي انا بتكلم بصفة محلية، ما بتكلمش بصفة اقليمية او دولية، بتكلم على مصر وازاي احنا نقدر نطور من خلال كل واحد في قطاعه. اللي أنا بتكلم عليه حركة هو بيئة الاستثمار مش في البنية التشريعية. البنية التشريعية أنا عارف كلنا حركة يعني شرفتني وعينتني في مجلس الشيوخ من سنة، فبرضو شغالين جاهدين في المجلس النواب مجلس الشيوخ على البنية التشريعية، ولكن حركة البيئة التنفيذية هي دي اللي كلنا بنقابل فيها تحديات على مدار اليوم. يعني حركة أنا كنت وأنا في منصب تنفيذي في شركتي أملك وأحكم، بس صعب جدا 1500 واحد، وفي مؤسسات ب35,000. يعني ربنا عين حركة والوزارة يوميا بتواجه حاجات أنا عارفها كمصري وعايش بين المصريين، وكل التقدير والاحترام بصراحة.
ويعني لو يعني نتكلم حضرتك في موضوع البيئة اتكلم بصراحة البيئة التنفيذية اتكلم بصراحة مش يعني بنحاول. شكراً جزيلا. شكراً جزيلاً. السؤال الثالث والأخير. السؤال الثالث والأخير. تفضلي. أنا تعليقاً مش سؤال. حضرتك ذكرت كلمة الفساد. أنا بتكلم بصفتي الأممية. بنتقدم بالشكر لمصر على استضافتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد. أهمية استضافة مصر غير كونها الحقيقة كانت نموذج متميز في تنظيم المؤتمر واستضافة 154 دولة من شهر بالضبط، إلا أن مصر أعلنت فيه خطة جادة لمكافحة الفساد، أعلنت فيه حزمة تشريعات مهمة لمكافحة الفساد واستراتيجية وطنية، وأعلنت فيه أيضا اهتمامها بمكافحة الفساد في كل المجالات سواء الحكومي أو القطاع العام أو القطاع الخاص، فده كان مقدر جدا وبنشكر لحضرتك هذا الجهد. في مجال آخر بعمل فيه، هناك عمل كبير بيتم في مصر ومقدر جدا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعاون الإقليمي في الحتة دي مقدر بشكل كبير. الموضوع الثالث والمهم أن مصر استمرت في العامين الماضيين في إنشاء وإقامة مراكز لعلاج مرضى الإدمان ودمجهم في المجتمع ومساعدتهم على العمل في وقت توقفت فيه معظم الدول في تقديم خدمة العلاج من الإدمان في دول العالم نظراً لتحويل الموارد الصحية لمواجهة كوفيد، ولكن مصر استمرت في التزاماتها وتقاريرها الحقيقة الدورية في هذا المجال تقارير مهمة وبتشير إلى علاج المرأة وعلاج الرجال والشباب أيضا. في سؤال أخير يا سيادة الرئيس ممكن؟ طبعا تفضل. شكرا فخامة الرئيس. أنا أحمد مكي من شركة بنيا فايبر مصر. طبعا ما فيش خلاف أنه التحول الرقمي هو عنوان العصر وأساسه هو البنية التحتية التكنولوجية. دعم ملف التحول الرقمي واضح من سيادتك كقيادة للدولة والحكومة، والنهاردة التحول الرقمي عشان يحصل في أي بلد ما بيحصلش غير بدعم أساسي من الدولة ودفع للأمام لعجلة التحول الرقمي، لأنه ليه معوقات كتيرة. التحول الرقمي زي أي تحول ما بيتم لازم بيبقى فيه مقاومات ومعوقات ليه، ما بيتمش في أي بلد غير لما يكون في دفع من قيادة الدولة وحكومتها، ومصر قدمت نموذج ناجح جدا احنا شايفينه كشركات متخصصة في هذا القطاع. بنشكر سيادتك ان اديت الفرصة للشركات المصرية، واحنا مثال لذلك لإدارة وتنفيذ مشاريع كبيرة وهامة واستراتيجية في هذا القطاع. اديتنا الفرصة ان يبقى لينا عندنا مرجعية في تنفيذ هذه المشاريع اللي هتتكرر في دول تانية كتير، وعلى وجه الخصوص هنا بربط الموضوع ده بالملف الأفريقي اللي سيادتك ذكرته. النهاردة حجم الاستثمارات المتوقعة في البنية التحتية التكنولوجية في أفريقيا خلال العشر سنين الجاية مش هيقل عن 2 تريليون دولار. احنا بنتعامل مع هذا الملف كشركات مصرية وفخورين بذلك، هي فرصة وواجب في نفس الوقت. فالنهاردة مفروض يكون الشركات المصرية لها دور كبير في هذا، واحنا واخدين هذه المبادرة وفي أيضا دعم من الدولة. سؤالي هو النهاردة اهتمام سيادتك والدولة في دعم هذه المشاريع اللي هيكون لها تمويل أيضا خارجي من المؤسسات العاملة على مستوى العالم، ودور الشركات المصرية في ذلك زي ما قامت ونفذت هذه المشاريع في مصر، وزي ما سيادتك ذكرت ما كانتش حد عارف قبل الكوفيد انه هيبقى فيه كوفيد، ولكن بما تم من بنية تحتية في المراحل ما قبل كوفيد دي أدت انه ساعدت انه الحياة تستمر باستخدام التكنولوجيا. شكرا. شكرا تفضل جزيلا. طيب طب خلوني أتكلم على يعني إحنا كلمنا على فرص. السؤال اللي هو الأولاني اللي كان هل إحنا في مصر مستعدين، السؤال بتاع المتوسط يعني
ان احنا نبقى مركز للطاقه في منطقتنا، احنا بنعمل على كده، وبدانا في الموضوع ده تقريبا من 4 سنين، واحنا مستعدين. وبنقول للاصدقاء في اوروبا، ويمكن هقول على مشروعين ثلاثه بنتكلم عليهم دلوقتي، الهدف منهم يحقق او يضع لبنه قويه في مجال اللي انتم تكلمتوا عليه او اللي انت تكلمت عليه تحديدا. هل مصر لديها القدره على انها تقوم بامداد اوروبا او جزء منها بالطاقه؟ ايوه. طب احنا بنعمل على كده؟ ايوه. طب بنعمل ايه؟ انا بتكلم على ربط كهربائي بيننا وما بين اليونان وقبرص، بنتكلم على ربط سواء كان يعني بالغاز كحركة ناقلات من خلال ان مصر تبقى يعني مركز لنقل او للغاز لأوروبا، احنا متحركين على ده، ولدينا البنية الأساسية في ده، ولدينا ايضا يعني قدرنا من خلال منتدى شرق المتوسط ان احنا نضع لبنة مهمة في هذا الأمر. طيب فيما يخص الطاقة المتجددة مش بنبان بس، احنا بنقول احنا صحيح مصر بتعيش على تقريبا اقل من 10% من مساحة ارضها، لان بيت الارض ارض صحراوية، وده بيعطينا فرصة. الفرصة ايه؟ ان احنا مستعدين نعمل مزارع لانتاج الطاقة المتجددة، سواء كانت الطاقة ديت طاقة شمسية او طاقة رياح، او حتى احنا دلوقتي بنتكلم على مشاريع لطاقة الهيدروجين. احنا مستعدين لده، ومستعدين لده بالتشريعات، ومستعدين لده بالإرادة السياسية، وقادرين على ان احنا نلبي هذا الامر. واستقرار مصر يقدر يحقق ان، لان طبعا لما بتيجي تتكلم على طاقة لدول هتقوم عليها اقتصاديات كبيرة جدا جدا، اذا بقى تقول ان انا هاخد جزء من طاقتي من دولة زي مصر، لازم يكون الدولة دي دولة مستقرة وقادرة على تلبية هذا الأمر على مدار الشهور والسنين. أتصور أن احنا حققنا ده خلال الفترة اللي فاتت. أنا عايز أقول لكم على حاجة، وأنا بقولها لكل اللي بيسمعني دلوقتي وحتى المصريين. لما كان عندنا مشكلة طاقة من حوالي يعني في 2014، كان الأمل اللي كان موجود أن الناس متصورة أن احنا بنسعى فقط أن احنا نعمل إنتاج لطاقة الكهربائية عشان نحقق أو نوفر أو نسد العجز اللي موجود عندنا. لا، احنا ما عملناش كده بس، احنا بنتكلم على 3 عناصر في مجال الطاقة عشان تخلي مصر دولة محورية في هذا المجال، مش بس مع أوروبا، لا، مع كل جيرانها، مع السودان، مع ليبيا، مع السعودية، مع الأردن، مع إسرائيل. احنا قادرين على ان احنا نبقى دولة تقدر ببنية أساسية للطاقة متقدمة. يعني فقط عندنا وفرة في الطاقة؟ لا، احنا بنتكلم على شبكات نقل وتوزيع متقدمة، بنتكلم على شبكات او بنتكلم على محطات تحكم في هذه الطاقة متقدمة. وكان كلامي مع الحكومة خلال ال4 سنين اللي فاتوا ان احنا لابد ان يكون بنية الطاقة في مصر لا تقل عن اي دولة متقدمة في هذا المجال. طب ده كان هدفه ايه؟ احنا شايفين ان العالم كله رايح للربط العالمي بين القارات في مجال الطاقة، وبالتالي انت لو ما كنتش مستعد لهذا الامر، مش هتجد، مش ارادة سياسية هنا، الناس مستعدة لده بس انت مش مستعد. الموضوع محتاج وقت وجهد واستثمارات تتعمل ومشاريع تقول انك انت جاهز. احنا اللي احنا رايحين له، اتصور خلال 2-3 سنين ان احنا تبقى عندنا شبكة بنية تحكم حجم من الانتاج من الطاقة، نستطيع من خلاله ان احنا نقول ان احنا مستعدين للتعاون مع كل الجيران بشكل متقدم جدا، مش قدرة متواضعة او قدرة محتاجة تطوير. لا، احنا شغالين في التطوير دلوقتي، وانا عايز اقول لك ان اللي بيننا وبين التطوير هو الوقت. ان الشركات مش قادرة تلبي، وانا خاصة السنتين اللي فاتوا دول، ولا يا دكتور مصطفى، مش قادرة تلبي مطالبنا في المعدات وهذا القبيل، نتيجة الظروف اللي مرت، كل حاجة كان ليها تأثير في اللي تأجلت واللي تأخرت وكلام من هذا القبيل. لكن أنا عايز أطمنك إن إحنا مستعدين،
مش مستعدين من احنا فقط زي ما قلت كده بإنتاج متوفر ولا حاجة، لا احنا بنتكلم على قدرة وقدرة وبنية أساسية متطورة في هذا المجال. مستعدين لهذا الأمر؟ طبعا عندنا الإرادة لده صحيح، بنتحرك فيه أيوة، ولكن طبعا احنا مش فقط يعني الموضوع مش مرتبط فقط ان انا ابقى عندي السداد لكده، هو ايضا الاخرين يكونوا شايفين ان مصر تمثل لهم فرصة في هذه الطاقة اللي هي تكلفتها اكيد اقل، وايضا تأثيرها البيئي جيد، ما ليش اي تأثير. ده فيما يخص الموضوع ان احنا بنتحرك في هذا المجال او لا. تمكين المرأة، يعني طبعا يعني السيدات في مصر يعرفوا الحكايه دي كويس اكتر من اي حته دي. انا منحاز جدا ده الرجاله في الحكومه زعلانه مني جدا صحيح والله، يعني كله يا دكتور سؤالي بعدين يعني هتعملوا معانا ايه، انا بتكلم بجد، ده احتراما وتقديرا لقدرات المراه هنا في مصر. واحنا مش بنقول كلام شعارات يا جماعه، احنا بنتكلم على ممارسات بنعملها. زي ما بنتكلم على عدم التمييز، هو عدم التمييز نقوله شعار نطلقه؟ لا، ده شعار نمارسه. فالمرأة وانا عايز اقولك ان حجم احنا ما فيش عندنا تمييز بالنسبة للمرأة في اي شيء، يعني في التسعير في المرتبات في القطاع الحكومي يا دكتور مصطفى تمييز بين، لا 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 ما عندناش ده، احنا ما عندناش تمييز ابدا بين المرأة والرجل. طب حجم تفتكروا حجم على الاقل هتكلم على القطاع الحكومي ما يقلش ابدا عن 45% يا دكتوره هلا، مش كده؟ اكتر 49 ها؟ يعني هنحول 45 يعني لما يقرب من منتصف من نص عدد العاملين من المراه في مصر. لينا برامج مع المراه المعيله والمراه اللي في الريف عشان عارفين ان هي قوه. وبالمناسبه المراه كان ليها دور كبير جدا، وانا بسجله هنا دلوقتي معاكم في مرحلتين، مرحلة التحول اللي تصدت وخافت على الهوية المصرية هي المرأة المصرية، وهي اللي تقدمت وقالت لا يمكن نسمح بأن الهوية المصرية يتم فقدها تحت أي شعار. ده أول نقطة، وتصدت وهي مش عارف الكلام ده هيزعل ولا إيه، لكن هي اللي حركت الباقي. هي اللي حركت الباقي. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية لما جينا في موضوع الإصلاح الاقتصادي، أنا عايز أقول لكم في مصر صعب جدا أنك أنت تمرر إصلاح اقتصادي، يعني ده مش سهل. والتجربة اللي مرت على مصر خلال الخمسين سنة اللي فاتوا خلت كل القيادات السياسية تتحسب من إصلاح اقتصادي حقيقي، مس الدعم وحاجات أخرى كثيرة نتيجة ردود الأفعال المتوقعة. أنا لما جيت أعمل الإصلاح الاقتصادي أنا وجهت رسالة لمين؟ للمرأة المصرية، قلت لها من فضلك ساعديني إن أنا قلت كده، وده كلام متسجل يعني من ساعتها في نوفمبر 2016 قلت للمرأة المصرية من فضلك ساعديني إن أنا أعمل إصلاح اقتصادي في مصر من أجل مستقبل مصر ومن أجل مستقبل أبنائنا. وهذا صور أنتم شايفين رد الفعل. ما نحن فيه الآن لا هو ده المصريين ككل والمرأة المصرية بصفة خاصة. فأنا عايز أقول إن إحنا يعني رغم ده يمكن تكون من التوصيات المستدامة في موضوع يعني إعطاء دور للمرأة، لكن إحنا في مصر حريصين قوي على هذا الأمر بشكل حتى مزعج للرجال. يعني قطاع السيارات بالمناسبة يعني انت قلت يعني كان كلامك لطيف وشيك قوي، انك انت بتقول لي انا بدير عمل تنفيذي وعارف ان في تعقيدات وبتاع في كده، يعني بتشاور لي خلي بالكم شوفوا شغلكم بقى ولا ايه. واحنا عايزين نشوف شغلنا. طب انا هقول لك، شوف انا عايز اقول لك على حاجه، ويمكن زمايلي في الحكومه موجودين، احنا على مدى الثلاث سنين اللي فاتوا دول كلامنا على مع القطاع الخاص ان احنا محتاجين وعايزينه يشتغل معانا، لان قدراته ادارته فرص نجاحه اكتر من اي حاجه تانية. فده كلام برضو مش شعارات، بس النهارده
ازاي نحول كلامنا ده مع بعضنا البعض كده. وقلنا حتى اكتر من كده، قلنا في كل المشروعات المختلفه اللي احنا بنتكلم عليها قلنا مستعدين لو انتم عايزين. انت النهارده بتعمل مشروع، المشروع ده هيكلف 1,000,000,000 جنيه مثلا يعني. طب انت متحسب عايز حد يشجعك، قلنا لو عايزين، لو عايزين مش احنا بنفرض ده كدوله، لو انتم عايزين من اجل انجاح وتحرك المشروعات اللي انا بتكلم عليها دي في المجالات المختلفه ان الدوله تبقى مساهمه معاكم في هذا المشروع، ايا ما كان رقم المساهمه احنا مستعدين ليه. ده دليل على ايه؟ اصل انا عايز اقولك على حاجه، احنا بلد فيها 100 مليون، وال100 مليون نسبه الشباب فيها يعني تقرب من 60%، يعني انت بتتكلم في 60 مليون عايزهم فرص تشغيل، فرص تشغيل بالملايين، وكل سنه في 2.5 مليون او 2 مليون يعني النمو السكاني بتاعنا بيخرج لسوق العمل ما يقرب من تقريبا 800,000 المليون، مش كده يا دكتوره هاله ولا ايه؟ ده اللي بيخرج. طب الناس دي هتشتغل ازاي؟ الموضوع مش يعني، ولا احنا مش يعني مش مدركين لحجم المخاطر والمسؤوليه في ان احنا نسيب ولادنا وبناتنا من غير شغل. فانا عشان كده بنقول اي شركه قطاع خاص عايزه تعمل مشروع دعم، احنا داعمين، ولدرجه ايه ان احنا مستعدين نخش نساهم من باب ايه؟ التشجيع وليس اي امر اخر. فانا عايز اقول لك لصناعه السيارات والموضوع الفايبر اللي زميلنا اتكلم عليه، هو المشاريع اللي اتعملت لل، هو مش عارف كان مين قال حاجه كريمه تصور ان هي فقط عباره عن بناء مساكن او كده، لا لا لا، حاجه كريمه ده مشروع متكامل يا جماعه، احنا بنتكلم فيه في كل المجالات، في كل المجالات اللي احنا بنتكلم على بنيه اساسيه بما فيها بنيه المواصلات، بنيه الاتصالات. احنا النهارده كانت الريف المصري عندنا محروم من بنيه اتصالات متقدمه، احنا من ضمن البرنامج ان يبقى في بنيه اتصالات. انت بتعمل بنيه اتصالات ل 60% او 50% من مساحه مصر مش كده؟ طب ما هو بمين؟ بيكم. فانا بس عايز ارجع تاني لغبور، يعني لا طبعا احنا ابو غالي وغبور كل اللي موجود يعني. المهم انا عايز اقول لكم البلد محتاجه كل ايد مخلصه وشريفه ومستعديه تدي عشان خاطر التحديات كتير قوي. وانا معاكم، وانا معاكم. الدكتوره هلا اتكلمت على الفساد، وده توجه دوله، الفساد ده توجه دوله. ان احنا انا بتكلم مش على بس على قد المؤتمر يا دكتوره هلا، الدكتوره غاده اسف، لا انا بتكلم ده توجه الدوله المصريه، نحن لا نسمح ولا نقبل. وده كلام برضو للشركاء او اللي موجودين معانا هنا من الدول يتصوروا ان ده كلام سياسي، لا 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 لا، دي دولة عايزة تتخلص من كل شيء سيء وكل شيء سلبي يعوق تقدمها وتحركها. واحنا عارفين كويس ان الفساد ده يعني احنا كنا انا قلت في تصريحات قبل كده سابقة ان الفساد قرين للإرهاب، مش كده يا دكتورة غادة؟ قرين ليه؟ لان هو بيخرب ويدمر البلاد. فده توجه دولة في ان احنا نكافح الفساد ونعطي الفرصة للشرفاء والمخلصين فقط للعمل من أجل هذه الدولة التي لا تتحمل غير كده، العمل العمل العمل. الهجرة غير الشرعية، وأنا عايز أقول يعني فرصة أن أنتم موجودين وكلكم موجودين هنا، وأنا قلت الكلام ده يمكن النهاردة في المحاكاة بتاعت حقوق الإنسان، بقول إن في مصر في 6 مليون، وبقول هل إحنا سمحنا ان الملايين دي تعبر مصر وتخرج عبر المتوسط اللي يلقي حتفه في الميه، واللي او نصدر عدم الاستقرار لاوروبا؟ لا، احنا احتفظنا بيهم هنا وعايشين معانا هنا، عشان ده قلنا ده مسار اخلاقي ومسار انساني ومسار ارض امني. فاحنا عندنا هنا اكتر من 6 مليون انسان موجودين. طب هم انا قلت قبل كده هم موجودين في معسكرات؟ لا،
عايزين تشوفوه شوفوا، انزلوا شوارع مصر وشوفوا المحلات اللي ناس دي فاتحاها وبتشتغل زيها زي كل مصري، واشطر من يعني ناس شاطرة يعني ناس شاطرة. طبعا مراكز العلاج وده آفة بتعاني منها كل الدول، بس انا برضو عايز اقول لكم واحنا بنتكلم على مراكز العلاج للعلاج من الادمان وكده، ده جهد احنا متحركين فيه كمجتمع وكدوله، لانه هو يعني بصراحه بيهد مستقبل اي دوله لو ما تمش واجهته بحسم كامل. احمد مكي كان اتكلم على واحنا داعمين لكم، وفي الموضوع ده انت عارف ان هو عباره عن يعني الناس اللي هيقدر يقدم نفسه كمواصفات فنية ومواصفات مالية هيعمل ايه؟ هيشتغل مش كده؟ فانتوا احنا داعمين لكم ان احنا ندي الفرصة في مصر الاول، ثم طبعا مع اشقائنا في افريقيا اللي عايز، انتم اللي هتفرضوا نفسكم بكفاءة بجودة عملكم وايضا بالتسعير اللي انتم هتحطوه. ايه تاني؟ شكرا سيادة الرئيس. في ختام هذه الجلسة المثمرة، لا سيدة رفعت ايديها وانا ما اقدرش. مساء الخير، انا اسمي مايكا بولا، انا بشتغل في هيئة انقاذ الطفولة Save the Children. هي هيئة دولية بتشتغل في 120 دولة في العالم، وبنعمل بشكل أساسي على قضايا الطفولة في العالم كله، وفي مصر بقالنا حوالي السنة دي بنكمل 40 سنة في مصر شغل مع شركائنا المحليين، شركائنا الحكوميين، المجتمع المدني، شركائنا من هيئات الأمم المتحدة، على يعني مدى واسع من قضايا الطفولة، إذا كانت حماية الأطفال، التعليم، الصحة، تحسين ظروف المعيشة للأطفال وأسرهم. والحقيقة يعني مبادرة حضرتك يا فندم بتاعت حياة كريمة مبادرة بتتناسق بشكل كبير جدا مع الرؤى اللي احنا بنحطها بالتنسيق مع شركائنا الحكوميين، إذا كان في دعم مبادرات اللي بتشتغل على تنمية الطفولة المبكرة ووضع سياسات ومعايير لجودة الخدمات المقدمة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. أنا عايزة كمان أذكر هنا كمان شغلنا مع وزارة التضامن الاجتماعي على الكفالة، نظام الكفالة والنظم الرعاية البديلة. الحقيقة اللي مصر عاملة فيها دور يعني دور رائد في المنطقة، وإحنا الحقيقة بنتكلم عن زمايلنا في المكاتب موجودة في المنطقة في الموضوع ده بالذات. الحقيقة عندنا تجربة ناجحة جدا، وإحنا بصدد التنسيق مع الوزارة إزاي ننقل التجربة دي لبلاد تانية بحقيقة محتاجين يتعلموا من مصر في فكرة الكفالة. لما هنتكلم عن التعليم بنتكلم على فرص كتيرة لإتاحة تعليم ذو جودة عالية في لأكثر الفئات اللي ممكن تكون عندها رجاء الاختصار من فضلك. ما عندهاش الإتاحة. اتكلمي زي ما انت عايزة. شكرا. شكرا يا فندم. انا مش عايزه اطول على حضرتك، انا عايزه بس اشرح ان احنا ما عملناش ده كله كهيئه انقاذ الطفوله Save the Children لوحدنا، كنا بالشراكه مع مجتمع مدني. حضرتك من خلال الاطار القانوني اديته فرصه كبيره الحقيقه انه يبقى شريك فاعل مع الدوله في كل جهود التنميه. عايزه بس استغل الفرصه دي وارجع للحضرتك كنت بتقوله الصبح والنهار ومن شويه على دور المكون البشري في احداث التغيير، وبما يتعلق بالشباب والاطفال والمراهقين ودورهم في الحقيقه ان هم يبقوا موجودين، او حضرتك تقدر تساعدنا كلنا في خلق مساحه ليهم، مساحه صديقه ليهم في كوب 27، ازاي يقدروا يتكلموا عن اثار التغير المناخي عليهم، ازاي يقدروا يقولوا ارائهم في مبادرات ليها شكل ابتكاري وشكل يقدر يساعد فعلا الدول كلها، يساعد كل داعمي صانعي القرار في العالم كله على
ازاي يقدروا ياخدوا قرارات فعلا تنفذ التزاماتهم، ازاي تقدر مشاكل التمويل اللي كان سيادة دولة رئيس مجلس الوزراء النهارده الصبح بيتكلم عليها. Save the Children بالتعاون مع شركاء كتير في تصدد إطلاق السنة دي حملة عالمية لمساندة COP 27 في تحقيق كل أهدافه. فإحنا هنا بس بنقول إن إحنا موجودين وعايزين نساهم في الموضوع ده، مش إحنا بس، إحنا والمجتمع المدني وكل شركائنا. شكرا يا فندم. شكرا. أنا اللي بشكرك وما تزعلي. لا لا لا. بس تفضل براحتك. بس كان لابد طبعا إن أنا أديها الفرصة إنها تتكلم وكده، والحقيقة كل المساهمات اللي اتقالت النهاردة يعني مساهمات داعمة ومشجعة يعني. وأنا بس هرجع على نظام الكفالة اللي حضرتك ذكرتيه، واللي هو أتصور إن إحنا طورناه خلال برضو سنتين ثلاثة اللي فاتوا بشكل مختلف، وده كان نقاش عميق جدا بين يعني بين الحكومة وبين الوزيرة المختصة، في إن إحنا كان محطوط معايير. المعايير دي كانت صارمة جدا وجيدة جدا، ولكن كانت بتضيع فرصة على بعض الناس. فإحنا قلنا طب يعني مش هنقلل المعايير، لكن هنعطي فرصة لتجربة ونشوف نتائجها عملت إزاي. والحقيقة لقينا رد الفعل بتاعها رد فعل رائع جدا جدا. وبالتالي لما جينا نقول نقارن بين بيئة اجتماعية داخل دار رعاية مهما كان جودتها، وما بين ان احنا نخلي الرعاية دي داخل أسرة برضو مهما كان مستواها، فلقينا ان المقارنة مش لصالح، مش ضد الفكرة، لان ان احنا لو اعطينا الفرصة للبيوت اللي مستعدية تعمل ده وتبقى تكفل يتيم او يتيمة، هيعطي مناخ ايجابي اكتر كتير بغض النظر عما يتم تقديمه في دور الرعاية. لا يمكن ابدا ان نستطيع ان احنا في دور الرعاية نوفر الرعاية اللي ده عدد على اللي بيقوم بالدور كم واحد، لكن في البيت هيبقى اسره على طفل او طفله. فبالتالي كان النتيجه اللي احنا شفناها زي ما حضرتك قلت كده انها محتاجه ان ممكن كمان يتم نقلها للاخرين للاستفاده منها، وانا معاك في ده ومستعدين نساهم في هذا الامر. النقطه الثانيه، انت اتكلمتي على فكره احنا هنعمل ايه في المؤتمر. يعني عايز اقول احنا يعني واخدين موضوع جد قوي، موضوع الاعداد للمؤتمر بدا وانا في جلاسكو. صحيح ان احنا نتحرك كمؤسسات كدوله من بكل ما تعني هذه الكلمه على ان احنا اليوم ان شاء الله يعقد المؤتمر نكون جهزنا وعملنا كل ما يمكن عمله من اجل انجاح. النقطه اللي حضرتك ذكرتها تحديدا في ان الشباب يبقوا موجودين جزء من الموضوع ده، احنا بنفكر فيه، مش بنفكر فيه يعني لا، ازاي نخليه احد المكونات اللي تنجح فكرة المؤتمر ويبقى عامل ايجابي للمؤتمر ويبقى صوت مسموع مضاف لكل المشاركين في ان هم يسمعوا مننا. احنا حريصين على كده. فبس النهاردة احنا بندور على الشكل اللي ممكن نحقق به هذا الامر، يعني نعمله ازاي ويبقى ضمن منظومة عمل والمؤتمر اللي ان شاء الله يتعمل نهاية السنة دي يعني. لكن ده موضوع محطوط في الاعتبار، اطمنك يعني. اتفضلي. انا اسمي ايريني استمالك، نائب رئيس الجيرمان انترناشنال كوبريشن ايفاو، وسعيدة جدا انه النهاردة جت سيرة برنامج مصر تستطيع اللي انا بتشرف ان انا انتمي للمجموعة اللي خارجة منه. في البداية بحب أشكر حضرتك جداً وأشكر الحكومة على الإنجازات اللي بتحصل اللي بتسهل لنا إحنا وإحنا برا أو المصريين في الخارج اللي بنحاول نوصل صورة مصر، وكان لينا سنين طويلة بنشتغل على ده. الإنجازات اللي بتحصل النهاردة على الأرض بتسهل علينا الأداء ده أو إن إحنا نوصل الصورة الصح عن مصر برا أو في المؤسسات اللي إحنا بنشتغل فيها.
الحقيقة أنا شخصيا بقالي فترة طويلة لأن أنا بنتمي لمجال البيئة والهندسة الصحية، بشتغل على فكرة الصناعة إن إحنا ننقل أكبر قدر ممكن من الصناعات اللي في الجزء ده لجوه مصر، وبالتحديد بنظام التصنيع المشترك إنه الشركات تيجي وتصنع هنا بشكل أكبر. يمكن الموضوع ده محتاجين إنه يبقى له إطار محدد أكبر من كده شوية، بحيث إنه التصنيع ده يكون مثلا بالمشاركة مع الحكومة. إحنا عملنا لقاءات ومشاركات كتيرة مع وزارة الإنتاج الحربي مثلا، بحيث إنه التصنيع ده يتم في إطار معين، لأنه زي ما سيادتك عارف عادة الشركات بيبقى عندها بعض التخوفات من النوها وإنه يتنقل ويتنقل بشكل آمن إنه يتعمل هنا في مصر. فدي النقطة اللي أتمنى أن يكون فيه اهتمام بيها. مرسي كده. شكرا جزيلا. طيب أنا يعني عايز أقول لك أن احنا أولا بشكرك على وبشكر كل اللي قال كلام إيجابي وشجعنا وشجع الحكومة على أن احنا بنحاول نشتغل كويس يعني. لكن عايز أقول لك على حاجة في الموضوع الصناعات المشتركة. ده جهد احنا بنبذله مع في كل زياراتي، عايز أقول لك على أعلى مستوى، مش على قد يعني مش على قد بس زملاء الوزراء وحتى رجال الصناعة. احنا حتى على المستوى في كل الدول اللي رحتها كنت بلتقي برجال بالشركات الكبيرة وبقولهم ان احنا مستعدين نقدم لكم التسهيلات اللازمة في مصر، وفي عندنا زي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودي فيها يعني بتطلع على البحر المتوسط في حوالي 60 مليون متر هناك، وايضا على السخنة في حوالي 240-250 مليون متر هناك، جاهزين ان احنا بتشريعات خاصة بالمنطقة الاقتصادية عشان تجذب الشركات ديت للعمل في مصر يعني. وانا عايز اقولك ان احنا كنا بنعرض عليهم كمان زي ما انا قلت كده لابو غالي يعني، ان احنا قلنا يا جماعة احنا مستعدين نخش معاكم لو تحبوا في ان انتم تخشوا معنا في شراكة بالنسب برضو اللي انت تحبوه. الكلام ده قلنا لهم وانا بقوله لك عشان تبقى انت مطمنه على ان احنا بنتحرك في هذا الموضوع. بس طبعا عايز اقول لك الشركات الكبيره ديت، الشركات الصناعيه الكبيره جدا، لها سياساتها ولها دراساتها المختلفه اللي بتحدد على مقتضاها خريطه تواجدها في العالم، وبالتالي حاضر خريطه تواجدها في العالم. لكن انا باختصار شديد احنا مش عايزين حد يجي عندنا ونقول له ان احنا ناخد حاجة منه غصب، لا لا لا، في احترام بالكامل لالتزاماتنا اللي احنا هنلتزم بيها مع هذه الشركات. لو حبت تعمل في مصر كل الدعم لها، لان احنا عايز اقولك محتاجين ده. اتصور ان برضو من ضمن الاثار اعتقد اللي ترتبت على كوفيد ان يمكن خريطة تواجد الشركات في العالم يمكن هتتغير شوية نتيجة الواقع اللي أثبتته أو اللي تشكل نتيجة الكوفيد في أوروبا ودول تانية، وأتصور إن ده هيبقى بيعطينا فرصة إحنا محتاجين نستغلها. لكن أنا بطمنك إن إحنا عايزين ده ومستعدين نلبي كل الالتزامات اللي الشركات دي تكون محتاجاها عشان تعمل في مصر، مش بس عشان تحافظ على النهو بتاعها، لا، اي معايير اخرى، اي التزامات اخرى. واتصور ان البيئه التشريعيه دكتور مصطفى اللي موجوده عندنا تحقق لهم هذا الامر. انا مره تانية سعيد ان انا التقيت بكم وسعيد بكل الكلام الايجابي اللي قالوه كل المشاركين، ومره تانية تحياتي واحترامي وتقدير لكم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم سيادة الرئيس، شكرا جزيلا على سعة صدركم وإعطاء الفرصة والمداخلات للجميع، شكرا جزيلا لكم سيادة الرئيس.
تابعنا مشاهدينا لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شركاء التنمية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المقامة في مدينة شرم الشيخ. وأكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن لقاءه مع شركاء التنمية هم القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ومشاركتهم في المنتدى هو يؤكد تكامل العلاقات بين مصر وبين دول العالم. كما أكد أيضا السيد الرئيس أنه إذا تعاوننا واستفدنا من العلم والمعرفة والخبرة لدى المنظمات الدولية فبالتأكيد أننا سنستفيد، وأوضح أن جميع المسؤولين في المنظمات الدولية الذين التقاهم سيادته أبدوا استعدادهم لدعم وتقديم خبراتهم لمصر. نعود مشاهدينا إلى خبرنا الأبرز في هذه التغطية الإخبارية، حيث أكدت مصادر رفيعة المستوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذي شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية. وأضافت المصادر أنه عقب وقوع الحادث مباشرة وجه سيادته رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالدراسة أنسب الحلول، والتي خلصت إلى تنفيذ كوبري خاص لأهالي المنطقة لتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث. أعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها البالغة بلقاء مجموعة من الملهمات في منتدى شباب العالم. وعبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أكدت قرينة الرئيس أن المرأة تثبت دوما قدرتها على النجاح وعبور الصعاب، حتى صارت نموذجا للإلهام ليس في مجتمعنا فقط ولكن في كل مجتمعات العالم. وأضافت السيدة انتصار السيسي أن المرأة أثبتت أنها قادرة على تحمل المسؤولية في مختلف المواقع بعزيمتها وقوتها وإصرارها وقبولها التحدي. وقدمت قرينة الرئيس السيسي التحية لكل شابة وامرأة لا سيما نساء مصر، قائلة إنه بجهودهن وصبرهن يحيا الوطن. إذن التغطية الإخبارية لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في مدينة شرم الشيخ مستمرة دوما على شاشة القناة الأولى. اليوم هو اليوم الثالث للمنتدى، وغدا بإذن الله هو اليوم الرابع والأخير، ومتابعة دائمة على شاشة القناة الأولى.